افتح افتح الباب زين. مين اجا؟ مرحبا. اهلا وسهلا. شوف شوفي شوفي في تحدي، تحدي جديد. شوفي شوفي هلا هلا فاهمكم. ليش عم تسكر عينهم؟ ثواني ثواني لسه ما خلصنا. شوفي طب شو التحدي؟ احكي لي الي. طيب هلا هلا تفهمي، هلا تفهمي كل شيء. يا ربي طب قل لي قل لي. تعال وين؟ بدون شحاطه بدون بوط، خليه يلبسه ملبسين. البس خليه يلبسه ملبسه ملبسه. شو التحدي؟ خليه يلبسه وخليه يلبسه. لبسهم طيب انت. البسهم يلا البسهم البسهم. اول شيء بعدين نزل. البس البس بسرعه. طيب احكي لي ليش التحدي؟ لا 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 يا ربي يلا يلا يلا. يا ربي والله انا تحمست اكثر منهم. شو التحدي يزن؟ تعرفهم شيء؟ يزن من يعرف؟ ما حدا يعرف، هاي فكره جديده هلا طلعتها. يا ربي زين طلع علي. تعرف التحدي شو؟ ما تعرف؟ ما حدا يعرف، ما حدا يعرف التحدي. يلا جاهزين؟ طيب لوين وين نازلين؟ وين نازلين؟ ايه وين نازلين؟ هلا تعرفي هلا تعرفي. طب احكي لي لي شوفي تحت. لا لا مفاجأة. مين يعرف التحدي؟ شو؟ مين يعرف التحدي منها؟ ما حدا يعرف والله لسه، بس أنا. يا ربي بابا احكي لنا. لا 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 مفاجأة بابا. طيب مفاجأة. سكرت أمه للولد. مفاجأة مفاجأة. ما عم يحاول يشوف. لا عم يحاول يشوف. اصبر اصبر هلا شو. ايه طيب شو التحدي؟ شو نزلتنا على الحديقة لتحت؟ شو شو؟ شو نزلتنا لهون؟ شو؟ نزل؟ ايه طيب احكي لنا شو في اول شيء؟ السيارة. ايه والله ضياء شو يعني جبت عند السيارة؟ شو التحدي؟ يا ربي شو التحدي؟ نعيش يوم كامل بالسيارة؟ يوم كامل؟ مو نعيش يوم كامل بالسيارة. لا كان اخر واحد يطلع من السيارة هو اللي راح يفوز. يو اخر واحد. اي والله ضياء شو الجائزة؟ جائزة فكرت بشغلة كثير تحبوها انتو. شو هي؟ هي انه راح يفوتوا على محل الفورمات دقيقة كاملة يختاروا اي فورمة بدهم. يعني ماما اخذ نيمور بالسبن اللي بدهم اياه يشتروه. اي شيء يعني ضياء هلا زين اذا فاز يقدر يشتري قميص رونالدو اللي بده. اي قميص لاعب بده اياه. معناته خلينا نروح البيت نجيب اغراض. خلينا ناخذ الاغراض بدنا. يلا بسرعة. يلا اسمعوا اسمعوا مين متحمس للتحدي؟ انا. اللي ينزل من السياره اخر شيء رح يشتري كل القمصان اللي بده اياهم للاعبين. اي فورمه تختار يعني. يزن مثل ما قال بابا تحت اذا انت فزت بالتحدي رح تشتري الفورمه تبع رونالدو تبع تبع مين تحب؟ نيمار. نيمار والله حكيم. روحوا جيبوا اغراضكم. يلا جهزوا اغراضكم بسرعه. يلا يلا شو بدكم اغراض جهزوها؟ شو رح تاخذ معك؟ شو رح تاخذ؟ انت رح تطول هناك هلا رح تروح وخذ شرشف شان قطه. شو رح تاخذ؟ لا همور. شو همور؟ لعبه لعبه. رح اخذ بوبيت وبيبي. يلا يزن. يا رح اخذ الكابتنتك. هلا هدول رح تاخذوهم كلهم على السياره؟ ايه. طب خذهم شرشف مخده. هدول الشغلات وش هاي المخده بالارض؟ خذهم شرشف. هاي المخده هون محرم محرم شرشف. يلا يزن. وين الشرشف؟ وصحي بدهم اكلات. بدنا نروح على الدكان بسرعة. يلا ما رح اخذ طابة ميسي. طابة ميسي؟ شو مكتوب عليها فرجيني؟ اكيد لون الميسي. وين؟ اي والله. يلا يلا رح ننزل عند السيارة رح يبلش التحدي. نعم؟ شو؟ اللابتوب؟ كمان انت بدك تفوت بالتحدي معهم. لا شو؟ التحدي الهم انت قلت. يلا يلا انت كمان معهم. خلص نظم التحدي وانا افوت. خلص خلص شيلوا من الاغراض. يلا يلا تعال شيل الاغراض. شيلوا من الاغراض. شرشف ومخدة رح تناموا هناك يعني؟ ضياء لا تقول لي رح ننام بالسيارة. ها بلكي ما أنام معكم أنا والله. طولت تحدي رح ننام بالسيارة. ما دخلني. هلا بدنا نحط الأغراض بالسيارة لنشوف مين رح يفوز. أنا أتوقع إنه اللي رح يفوز زين. زين؟ زين. ما رح أسمح له يفوز. يلا يلا زبطوا مكان. شو اسمه؟ ضياء زبط شو اسمه؟ رجع الكراسي لورا. رجع الكراسي لورا مشان بعدين. شو اسمه؟ قال مشان بعدين مشان هلا زبط. صار تخت هون. صار تخت. يلا حطه بالشرشف. حطه بالشرشف. خلي يزن. يلا فوت فوت يزن مشان ظبط الشرشف. يلا ظبطوا مكانكم. ايه اشلح اشلح اشلح. ظبطوا من المكان تبعكم. لا كان شو بدكم تسام. يلا ظبطوا بالشرشف. ظبطوا حطوا من المخده. هلا ما عرفت انت معهم بالتحدي ولا لا؟ ايه انا معهم. انت رح تقولي الحكم. لا انت مالك بالتحدي. انت قلت هما بالتحدي. آه. خلص انت معي حكم. انت معي حكم. انت رح تفوت بالسياره
بس انت معي حكم. يلا لنشوف وين رح يفوز انت ولا هو. هلا شو ضل كمان هات اغراضهم. شو انتم اللي حتروحوا مع الماركت ونحن هو؟ لا لا رح ناخذكم معنا مشان انتم تنقوا اكلاتكم. اه لنشوف. انا اتوقع زين. انا اتوقع انت. انا اتوقع يزن يفوز. انا اقول زين. اي يلا شو لسه من هلا رح نفتح اللابتوب. لك يا اجدب خلينا نروح نجيب اكلات اول شيء. ايه صحيح ما بدكم اكلات بلكي جعتوا من العطش. صحيح بلكي ضليتوا من الليل بلكي ضلينا للصبح. ايه صح ان شاء الله انا هيك ضلني واقفه برا. استني لسه ما بلش التحدي. اول شيء نجيب اكلات بعدين يبلش التحدي. يلا انزل يلا انزلم يلا هلا رح نجيب اكلات بس نبلش. يلا بسرعه هلا رح نجيب اكلات لنبلش التحدي بسرعه. ايه شو بدنا ناخذ معنا؟ كروسان بسكوت. يلا خذهم بسكوت لنشوف مين بده يفوز بالتحدي. انت كمان؟ يلا انا اللي حفوز. انت رح تفوز؟ انا اللي حفوز. يلا يلا نقي يلا بسرعه. ماما ليك اختاري كمان. يلا اختاري اكل بلكي ضليتهم بالليل مو بس اسمه هدول رح يكفوا. ماما ليك اختاري. يلا اختار شيء. هاي الشيبس. شيل اغراض الحين. هاد الكيس اي نفس الشيء. نفس الشيء. هاي كروسان وهاي كروسان. ايش اللي بدكم تغيروه؟ هي هي هات هاي. خلص رجعوا كيس واحد. يلا بده يبلش التحدي. ما بدكم عصير؟ رح يبلش التحدي. روف روف. هاي الك. وشو ضل كمان؟ شو ضل؟ مي. بس بس يلا بسرعه. اذا جعتم ما دخلني ها بالسياره. يلا ما لي علاقه مو تبكم بعدين. اذا اكلوا شو صار شو يصير؟ انا رح افوز. انت كمان رح تفوز؟ ايه ماما هلا يبين. وهلا وصلنا وجبنا اكلاتنا. جوعانين؟ كثير جوعانين. وهي مية. بعدين اول شيء اكل عساس الاكل اللي جبته مو حلو. رياض سكر عليكم السيارة. لا ما سكر عليكم السيارة. انت كمان كلي لك واحدة؟ اي والله. شو وقت؟ روف ليش ما عم تيجي لجوا؟ بلكي انا افوز بلكي. ما بعرف انا اقول زين يفوز. بابا رح يفوت بالتحدي؟ لا التحدي لك ولا زين؟ نشوف مين يتحمل. إيه انت صاحب التحدي مو انت قلت انت ايه طيب انا صاحب التحدي بس قلت انت تصير تحكمي بيناتنا. لا خلص خلي التحدي هالمره بين زين ويزن. ماشي نشوف يزون. تعرفوا من الساعه هلا قد ايه؟ قد ايه الساعه؟ 4 العصر. يعني يمكن ننام هون بالليل ها اذا ما حدا استسلم منكم. يلا كلهم هاي اكلاتنا. هلا شو بابا بالسياره؟ وين رح تلعبوا؟ مساحة هالقد شو تلعبوا؟ ما يمشي الحال. يوه اللي ينزل رح يخسر يا فهيم. انا رح افوز. لنشوف مين رح يفوز. يلا يا انا ضياء ليك اسمع من هلا انتم اذا ضليتم بالليل انا رح ارجع على البيت ها وما دخلني. خلاص نحن نلعب انت تكفي التحدي لحالك ما لي علاقة. تصطفلهم انا رح انا ما دخلني. يوه ما مليتهم؟ ما مليتوا؟ هي على امي. وين راح بابا؟ بابا هون. وين راح؟ شو عم تساوي؟ عم انزلوا خلصوني. ما راح انزل. طيب شو بدكم تساووا؟ افتحوا من اللابتوب تفرجوا اعملوا شيء. يا ما راح اجيبها والله اللي بده اياها ينزل يجيب. ما اجيبها. لا رأف لا تجيبها. انت لا تجيب. ما انا الابي تبعك جبت لا 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 لا. شو؟ تاكل موز خذ كل موز. اساسا قاعدين جوا السيارة. فايق فايق. رح تعطل شوي ثانية وتعطل الدنيا ها. هلا رح يقضي المغرب ها. رح تروحي انت. ما دخلني انا رح اروح. تفضل هاي موزة. إذا أذن أنا رح أروح ها. وهاي موزة هلا. ما لي علاقة يعني. ماشي. وين روف؟ تعال. لا تعطي ما خلينا ناخذ طابة. ولا. صحيح أنت ما أعطيتنا الطابة روح ما في. لا اتركوا ياي. انا اللي حافظ. ماما لا طب يلا كل شوي تقولي زين يفوز زين يفوز بس المره انا يعني انا عم اقول شو اتوقع. ماما اقول زين ان شاء الله يفوز. انا عم اقول يعني يمكن زين اللي يفوز هيك عم اقول. يلا نعست بلشت تنعس شوي وجهك مبين بلش ينعس. ياي اساسا فاق الصباح كيف من جد والله انا مليت وتعبت انه انا واقفه فشو راح اعمل؟
شو راح اسوي؟ لا 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 راح اسكر عليك بالسيارة. والله انا تعبت يا زلمة. شو هقا؟ شو يا زلمة تعبت وانا واقفة؟ ما دخلني والله. رؤوف تعال رؤوف انت اقعد عندي تعال. يلا يلا رؤوف مو بالتحدي يلا ارجعوا من ورا. شو بدكم تساوي بالسيارة؟ شو راح تلعبهم؟ حجر ورقم قص. لا موز هاي يا يلا حجر ورقم قص. يلا حجر ورقم قص. اسمع 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 رياضية. اللي يخسر راح يكون هو اللي نزل من السيارة. لا 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 سامي هيك يصير غش. خلص لعبوها عادي. لا لا عن جد لا خلص اللي يخسر راح ينزل من السيارة ويعتبر خسران عن جد. بس انا هيك حكم. لا لا يا مبلا مبلا ايه حجر ورقم قص. شو مالك ابو صار الدنيا عتمه يعني ولا انت عم تنزل ولا هو عم ينزل؟ طيب الساعه 5 والله انا مليت نلعب وبعدين انا رح اصل رح اطلع. يعني انت رح تعرف حالك رح تخسر. طيب طيب خلص العبوها جربوا مجربوا لنشوف جرب. يلا استنى اول شيء نبلش مع زين. يلا يلا زين حجر ورقم قص. يا يلا تعادل دور يزن دور يزن. يلا يزن يزن حجر ورقم قص. يو بابا رح يطلع. ماما والله انا رح اقرا. رح تقرا هون؟ لح انام ليك مشان الله هلا حدا بيقرا. ليش فتت لك انا معكم مشان واحد ينام واحد يقرا تتركوني لحالي قاعد؟ يا شو بدك تقرا هلا؟ اقرا كتاب هلا جاي على تحدي سياره بدك والله لك شو بدك؟ ما بعرف والله ما يلبق لهم تحدي. شو بدك تنام؟ شو بدك تنام؟ طب غطيه غطيه غطيه. انا رح اقرا. ايه لنشوف اقرا. انا مشان ما نعس وانام رح اقرا. يا ربي والله عن جد عم يسوي الوظيفه. شو ما بدك تنام؟ جرابات؟ هلا واحد يسوي وظيفه هون؟ والله خطتهم من النوم هذول بدي نام هون. زين انا حبيبي. انا ما رح انام بالسياره والله اذا ضليتهم هون لحتى اروح على البيت. لا والله اتركوا له. لك اترك ايدي لك اترك يزن يا يزن. هلا وقت وظايف بالسياره. تحدي هلا جاي بتكتب وظايف. سكر سكر. شوف تعال عندي لكم شغله. ليك وين مفوت حالك؟ اقعد يوم ايه وبعدين لكن نلعب هذا احسن شيء. مين هذا؟ شو اسمه؟ هذا اسمه كراكس. ما عرفت وين رونالدو؟ ما في رونالدو؟ فرجيني. ما في شيء اسمه زنزانة ولا ميسي؟ ولا ميسي. كروس. لا لا لقيت ميسي يزن. رونالدو. هاي هاي رونالدو وميسي ومبابي. رونالدو وميسي ومبابي يزن. تعشوا فرجين. مين؟ هاد مشكتاش. مشكتاش؟ ماما في ميسي لعيبة ما نعرفهم. يا في مبابي والله. شو اسمه؟ شو هاي؟ هاد اسكاليجي. مين هاد؟ اسكاليجي يمسك طابة. شو اسمه؟ حارس يعني حارس. هاي مبابي. هاي مبابي. وين مبابي؟ يا الله مبابي. شوب يا والله ما دخلني. ما في تطلع. اي والله والله ريا انا اختنقت بالسيارة. انا كمان والله كمان اختنقت. والله اختنقت. يلا واحدكم عاد يطلع خلصونا. اي تسطح تسطح. ما احسن شيء. ليش عم تفتح الباب؟ اي والله شوب. لا تسكروا. لك لا تفتح الباب. بس لا تفتح الباب لا تفتح الباب. روف روف افتح الباب افتح الباب شوي شوي. ليك مشان الله ما خلصتم. ضيانة رايحة على البيت. لا وين رايحة؟ والله رايحة على البيت تصطف لهم. انا مالي علاقة. خذيني معك خذيني معك انا رايح. تعال رح افتح لك السيارة تعال. اللي استنى ضياء تعال تعال. أنا إذا مليت كمان. اللي بده ينزل ينزل أنا ما دخلني. أنا رح أترككم لحالكم بالسيارة. أنتم خليكم بالسيارة. لا والله نحن رح نروح. أنا تعبت ضياء وأنا واقفة. أنا تعبت كمان والله. مليت والله تعبت ومليت مليت. طيب شو بدكم فينا؟ والله أنا مليت. بدك تضل معهم قول لي لحتى أروح. والله ما دخلنا. خلاص اللي بدي اسمع اللي بدي خليكم أنتم بالسيارة. طيب أنا شو دخلني؟ أنا مليت. أنا مليت والله ما لي علاقة. اوف تروح معنا؟ انا رايح كمان تعرف. انا رايحة. يا زلمة زين. خليكم لحالكم ماشي باي. بس تقرب. ليش ما مسكتها؟ يا زلمة انت رحت بيتها. لا ما رحت.
تروح تجيبها ما حدا عم يشوفها. لا لا لازم انت تخسر انت تجيبها. كل شو تقفز تقفز انا ما اقول يا ماما. لا لا ليك انت صدقني عن جد؟ ايه عن جد ما تدخلها. نزلت كل انه نزلت هلا فجوك يلا يلا يعني حتى لو قال له اطلع ما كان لازم طلع. يلا ترد عليه ماشي. واللي فاز معنا هو مين؟ يا زان يا زوج يزن اللي فاز. وهلا وصلنا على محل الفورمات. بما انه يزن هو اللي فاز بالسباق تبع السياره انه هو اللي ضل بالسياره اخر شيء هو رح يختار. يزن معك دقيقه واحده لتختار الفورمه اللي بدك اياها ماشي. زين ما اجى معنا زين لساته عند بلو لانه زعلان. يلا ثلاثه بلشت من هون من هون الفورمات يزن هون هون تعال اختار يلا اللي بدك اياه. هدول كبار اختار هون بسرعه. يلا يلا بسرعه بسرعه اختار ميسي. هيا والوحده دور هدي اشوف عم يروح الوقت منك يا فهيم بسرعه اختار 20 ثانيه. يلا يلا هدي يا زين هدي هدي يروح الوقت بسرعه 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 بسرعه. ها عم يروح الوقت ايه اختار. يلا يا نيمار. اي في نيمار بالبيت كمان واحد نيمار. يلا اختار يلا اختار بسرعه كمان 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 اكيد بسرعه. قد ايه ضل الوقت؟ 45 ثانيه رح تخلص الدقيقه. لك مليان فورمات يزن. شو هاي 10 شو هاي 5 مين لك اخترت بس ثلاثه بسرعه 3 2 بس 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 خلص خلص الوقت بس بس ثلاثة يكفيها. 16 ثانية لا 10 دقايق لا لا خرجيني. وهي اللي اختارهم يزن بس بدقيقة واحدة. يزن اخترت بس شوي لو اخترت أكثر كمان. يلا بس خلص عطيهم يلا ما يأثر. هلا زين بس يشوفهم صراحة صاير فيكم. لا لا ولا نص واحدة ثلاثة يكفي. هاي ليك اخذنا ثلاثة يكفي. بعدين يا فهيم كان لازم بسرعة تختار مو تضلك تدور ساعة تمسك هاي كان لازم بسرعة اخذت. يو انت اخترت بس ثلاثة. هذه يلا يزن خلص الوقت لو اخترت اكثر يا فهيم. يزن يلا فرجي يزن. يا يو يو زين لك زين لك رحنا اشترينا فورمات بدونك اساسا بك امبارح لقال حاز بعدين اليوم راح مع بيلو وما اجى اشترى معنا. لازم في وحده له. لا هدول اوه لك شو عم يصير؟ انا قلت هلا زين بس شوف انا قوم يصير اي والله ولا زين استنى استنى عندك حرارة ما عليك شيء. انا قلت هلا رح يتخانقوا على الفورمات. يزن ما يعطي شيء من غراضه. يزن ما يعطي حدا غراضه. لا يزن حنون يعني. لا ما يعطي والله. لا والله حنون حنون بس ما اما زين البكاية زين كثير يبكي عجيبة يعني. يو زين ميسي. يلا معناته هلا خلصنا فيديو اليوم يزن شاف الفورمات وهيك كان فيديو اليوم كان تحدي تحدي السيارة كان كثير حلو يعني. وباخر الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتظلوا بألف خير. باي.